الله. هذا ما 13 ونص في الرادي كيما قلت 11 ونص جملة مصداقية عند الناس. بارك الله فيك خويا العزيز لي الزام خويا ما شاء الله. درك نشوفوا نخليكم دائما رقم الهاتف كاش ما تحبوا تتصلوا مع مع خرفان العيد كيما راكم تشاهدوا. شوفوا الله يبارك الصرم ديال هذايا ما شاء الله. هذه ما خليكم خونا كامل في الخرفه ولكن بالنسبه للسعر قال لك ساومونا ب 800 والبيع مازال سيطو ما شاء الله غير سيطو ما شاء الله. العزيز واش راك لاباس بخير راك تشوف مع خوتنا منين جيتنا خونا؟ الله يبارك نحييهم بالمناسبة. عندكم عندكم سوق هاي لا؟ الله يبارك يا خويا ولاد هداج نحييهم بالمناسبة. تفضل خويا الله يبارك. إذا قال لكم هذايا سامونا ب 10 الله يبارك وكذا مجموعة من هنايا قال لكم خرفة تنيا وسواو 81 في الرادي جملة قال لكم ما سامونش كذلك. هذا هذا ما في الخرفة وخونا قال لكم كذلك راكم تشوفوا محبي الكرون كاين اللي يحبوا الكرون على كل حال. سو جمله 15 وهذا سو 14 وكيما قال لكم الله يبارك كيما قال لكم خونا جمله سو 12 و700 يا ناصر بيان واش راك فيها العزيز لاباس كيما راكم تشاهدوا. صباح لاباس بخير ما شاء الله كالعاده يعني بيان سير كالعاده دائما كيفاش كما يقولوا تسويره وحده قناه في اليوتيوب ناصر تي في خونا صحيح. هذا شحال حقو بارك الله فيك شحال حقو؟ بسم الله والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. تحية طيبة لكل من يتابع قناة ناصر تي في من داخل ومن خارج الوطن. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. تغطيتنا دائما متواصلة حول اسعار كباش عيد الاضحى وعلى المباشر من اسواق المواشي على بالي ما نطولش عليكم ندخلكم دائما ديريكت في الموضوع. انتم ان شاء الله كما يقولوا ما تنساوش تشتركوا في القناة هكذا باش يلحقكم جديد ان شاء الله. اخوكم ناصر دائما عود ذكركم اني همزه وصل فقط انا نتنقل للسوق نجيب لكم الاسعار. هذا ما كان ما نزيد ما ننقص 11 و300 هذا ما كيما قلت لكم خونا ساومنا في الرادي 11 و300 واش يكونوا تنيان ربعان خرفان اذا كما قال لكم الاخ هذو ما كاين لي تنيان وكاين لي خرفان فقط. خونا هذا ما يحبش يمد الرقم تاعو ولكن كل جمعه راه متواجد هنا بسوق الاربعاء يعني ويجيب سلعه دائما هكذا يعني سلعه خشينه الله يبارك الله كما قال لكم تاع زهر الدين. ذكرني فقط الكوري وين جاي الكوري في العبازي الله يبارك. اه بيان سور خويا العزيز اذا كيما راكم تشاهدوا شوفوا الربع هذا الله يبارك في السرندي حاجه خشينه والسيد راكم تشوفوا قاعد يقبح حتى فتح خنشو شويه يا خويا الله يبارك. وقتي سوا 14 ونص الله يبارك سامونا بيان سور والبيع 40 غالي فيها مازال شويه كيما قال لكم الاخ. إذا كما كنت تشاهدوا حاجة خشينة الله يبارك. هذا هو كامل نرموت. ماشي مشكل. إذا هكذا نزيدوا نشوفوا الخرفان منا بالمناسبة هذوك سو 9 ونص وعندنا خرفان صغار الله يبارك كما كنت تشاهدوا. هذا شحال تلقاهم لاحقين شحال؟ 14 غير 100 ألف. إذا واش بيك تبابع؟ هاي بابع مسكين يا خويا، هذا قال لكم خونا راهو فتني. راهو يصورك. معليش معليش ماشي مشكل نورمال خويا. بقى فما بقى فما. معليش جوز وليد وجوز عادي رانا حاجة كيما يقولوا في السوق لازم الناس تمشي هكذايا. وشحال دار السومة تاعو؟ هذا ما عطينا 10. عطاونا 10 كيما قال لكم خونا، والبيع بعيد خلي فيا. 11 على ربي خوتي دائما قلت لكم سمحوا لي يعني ما نقدرش يعني راهو الضيق سي فرصة ما تقدروش تشوفوا الكبش كامل ولكن نحاولوا خلاص. إذا كذلك كما راكم تشاهدوا دائما مع صباح لاباس بخير ما شاء الله كالعادة يعني بيان سير كالعادة دائما كيفاش كما يقولوا تسويرة واحدة قناة في اليوتيوب ناصر تي في خونا صحيح. هذا شحال حقو بارك الله فيك شحال حقو؟ جملة عطاونا 94 جملة عطاونا 94 في الرادي ما سوناش؟ عطاونا 10 ونص يدو زوج 10 ونص يدو زوج الله يبارك كاين اثنين وكاين خروف اثنين والخروف
وفي الكوري توجور نعم آه. كوري كاين كاين الله يبارك نخلو رقم الهاتف كي هذا قول لي 07 91 نزيدو 07 73 45 زيدوا 06 68 19 00 07 هكذا الانسان اللي ما يقدرش يتنقل للسوق ولا يقدر يتصل كما قال لكم ما خير وكاين معقل هكذايا قول لي رخيص كامل شحال يقدر يكون فور لو مومون عندنا 7 ملايين وطلع 8 ملايين وطلع جيب لنا اموات 6 6 ونص ما كاش الله غير السهره هي ناقصه سيفري ما تقنعش ما تقنعش سيفري ما تعمرش لعينك واش تدير البارح في المشريه يعني سي دوماج يعني كي تشوفها تحشم والله تحشم معليش ربي يقدركم بارك الله فيك اذا دائما نواصلوا مع كيفاش عيد الاضحى هنايا بالسوق كما راكم تشاهدوا الكيفاش موجودين بكثره ولكن بالنسبة للأسعار كما راكم تشاهدون هذا شيخ يقول 12 هذا ما أخا يقول أي قلت 12 11 700 الله يبارك وبالراتب وش طاو 12 و60 إذن كذلك مع الأخ شوف الله يبارك جاب لكم دائما كيفاش لكم يعني كيفاش راهي موجودة بكثرة الله يربح على مولاها كما قال لكم هادو واش يكونوا تنيان ربعا خرفان تنيانة الله يبارك نقدروا افي في شحال هذا السن ديالو هذا فوق العشرة كما قال لكم خونا فوق العشرة بالمناسبة خونا قال لكم كيفاش راه موجودين بكثرة ما كان راه متواجد في سطاوالي هكذا في سطاوالي نخليكم رقم الهاتف بالك اللي راكم في زونفيرون تما ما تقدروش تشقاو للسوق ولا تقدروا توجهوا الكوري تاعو ديريكتومون خويا قول لي 07 78 83 51 95 هكذا تقدروا تنقلوا لتما وتشوفوا اذا كما راكم تشوفوا بالمناسبه حاجه خفيفه هذه ما قال تاع البلاد يعني شك الصفوره الله يبارك جايين صفوره هادو خرفان ياك شيخ؟ خرفان خرفان اه وشو 73 هكذا؟ 76 76 سمحوا لي 76 كذلك بالمناسبه عندنا هادو ما خونا قال لكم هادو ما كامل خرفان وسوا 74 جملة و 77 فراد كذلك عندنا مجموعة من هنا قال لكم خرفان تنيان وسوا 81 فرادي جملة قال لكم ما سوناش كذلك عندنا هذوما في الخرفان وخونا قال لكم سامونا تفضل تفضل خويا 72 اذا كذلك بالمناسبه خويا عندنا هذا الخرفان الله اسوء منا اسوء منا هذا خرفان ياك خرفان الله يبارك اسوء 82 فرادي ما سموناش 82 جمله كان بالمناسبه كذلك مع خويا اللي هنايا شوفوا هذايا بالسرندي الله يبارك صح اخويا هنا كامل خرفان تنيان هكذا خرفان وتنيان 94 و50 وكما قال لكم خونا 94 و50 يعني 9 ملايين 450 وخونا منين جيتنا؟ انا من مفتاح مفتاح الله يبارك تشري ولا دودر فقط؟ انا شو باغي نشري يا ان شاء الله على ربي وما لقيتش لي والو يا اخي ماشي الاسعار هاي غاليه الاسعار هاي غاليه كما قلت لكم دائما المشكل هو الاسعار يا خويا نتمنى يطيحوا الكباش هكذا باش خاوتنا يشريوا يا خويا كذلك عندنا شوفوا هادو الخرفان وخونا راه يقول 86 ونص كما سمعتوا كذلك شوفوا مع الاخ اللي هنايا جاب لنا هذا الماء في 3 4 الله يبارك هذا داروا 10 و200 10 و200 كذلك دائما التغذيه متواصله مع اخوكم ناصر هذا ماء في الخرفان وسوا 77 يعني 7 ملايين و700
دائما واصلوا مشاهدوا. كذلك هذا هذوما دائما في الخرفان، يعني راهم يجيبوا خرفان شابين، ولكن السعر قال لكم سالمون بثمانية. هذه هي. إذن كذلك راكم تشوفوا محبي القرون كاين يحبوا القرون على كل حال. هذه هي. وكما قال لكم الله يبارك، كما قال لكم خونا جملة سواو 12 و700. واش راك خويا العزيز لاباس؟ كما راكم تشاهدوا هذه ما قال لكم راهم في الربع. كذلك شوفوا الله يبارك سلعة شابة ما شاء الله. وهذا قال لكم سالمونا ب9.5 يا خويا. السوق حامي. كذلك نحيي خوتي من زيسار يا خويا، يعني دائما كما يقولوا موديل واحد وراسة واحدة يجيبوها. الله يبارك. هذا يا قال لكم سوا 12 و200. إذا دائما مع خوتنا لهنايا جابنا هذه المجموعة نقال لكم سوا 10 و600. هكذا يا وهاي كما راكم تشوفوا أجواء السوق. شوف يا خويا إذا كنت تسمعوا قال لكم هذاك اللي قال لك باش يا خويا حاجة خشينة كما راكم تشاهدوا. شوف يحب يتضارب يا خويا. هذا يا نورمالمون حبيبي تاع الألمان هو اللي يديه يحب الكباش هكذا يا هاي والله. راكم تشوفوا سلعة خشينة دائما خوتي يخدموا يعني كامل الجور هذايا. هذايا هذا ما قال لكم 12 مليون بيان سير ساومونا. وبعدنا المهبول هذا يعني هذا يا تاع الضرب فقط، هذا يحب يضرب يا خويا. هذا يا قال لكم 12 مليون هذا. هذا يا هذا وعندنا شوف الله يبارك ما شاء الله حاجه خشينه. واش دار في بيدايا؟ واش دار؟ 12 و200. اذا كذلك كما راكم تشاهدوا حاجه خشينه الله يبارك. وخاوتنا بيان سير من الجلفه. السلام عليكم. ها؟ تصوروش يا خو. اي تخويا. اذا قلت لكم هذو ما خاوتنا تاع الجلفه الله يبارك جاب لنا كيفاش؟ ما شاء الله. سي دوماج حبيت نجيبوا العاصمه قلت له دير لنا بلاصه هنا في العاصمه، قال لك عندنا مكان وين نستاليو. سينون شحال دايروا لداخلنا؟ 12 مجمولين كما قال يعني 12 جمله. اذا كذلك بالمناسبه قلت لكم هدايا سي دوماج مازال ما ساوموش، ولكن كما راكم تشاهدوا حاجه شابه الله يبارك. هدايا في الربع. اذا كذلك دائما مع خرفان العيد كما راكم تشاهدوا. شوفوا الله يبارك الصرم دي هدايا ما شاء الله. هذه ما قال لكم خونا كامل في الخرفه، ولكن بالنسبه للسعر قال لك ساومونا ب8 و100 والبيع مازال. سي دوماج والله غير سي دوماج. كذلك دائما مع الخرفان وهذوما قال لكم 7 ملايين و600. اذا كذلك مع اخي لهنايا شوفوا الله يبارك جاب لنا هذوما حاجه خشينه كذلك، يعني خصنا نرجع اللور باش تقدروا تشوفوهم كامل هكذايا، يعني ما من السوق راه معمر صراحه هكذايا. هنايا قال لك لي 4 و2 واحد فقط يا اخي. واحد واحد راهم يبدلوا اثنين. الله يبارك راكم تسمعوا خرفان 48 مليون جمله 48 جمله كيما راها. وعطونا عطاو لي 12 خالي 12 فرادي الله يبارك. قال لكم راهم يبدلوا راهم خرفان يبدلوا في اثنين وواحد ربع فقط. هذا ما شاء الله. نروح نشوفوا حبيبي حبيبي الزين. صورنا العتروس انا العتروس ما عرفش يتباع لنا يا خويا. اش دي شوفوا الله يبارك. هاي ولي كيدي هاي هذا رجينا ولاد 27 والله. اذا بالمناسبه كذلك دائما مع خاوتنا هنايا بالسوق خذنا 9.5 والله غير قالها بالحشمه يعني 9.5 كما راكم تشاهدوا. وهذوما دائما خاوتنا اللي يخدموا طيله العام يعني ماشي العيد فقط، ولكن سي دوماج. هذه هي سجل مسجل هكذايا وخونا تاع مفتاح يعني قلت لكم يجيب سلعه ما شاء الله كما راكم تشاهدوا. شوفوا هذه الله يبارك حاجه 11.5 كامل يريح مخفي الله من وراك.
شوفوا القرون الله يبارك ما شاء الله. هادو في 13 ونص في الرادي كيما قلت 11 ونص جمله مصداقيه عندنا بارك الله فيك خويا العزيز لي الزام خويا ما شاء الله. درك نشوفوا نخليكم دائما رقم الهاتف كاش ما تحبوا تتصلوا مع خاوتنا ولا هاوش راهم متواجد في مفتاح تقدروا تلقاوه. نخلو كالعاده ماركي قولهم 07 71 01 91 24 الخدمه طيله العام يعني حمام سيدي العيد غاليين ولا تحبوا مر العيد تشيروا عليه ماشي مشكل يجيب كباش ما شاء الله. اذا شوف الله يبارك كيفاش راهم قاعدين مساكن تلمو ها هي هما الصباح هما قاعدين. هذا بالمناسبه تباعوا 13 مليون الواحد ايماجين خاوتي 13 مليون الواحد هذه هي نطلع اذا بالمناسبه نطلعوا عند خونا الله يبارك راه جاب لنا زوج خرفان الله يبارك خويا العزيز واش راك لاباس بخير راك تشوف مع خوتنا منين جيتنا خونا الله يبارك نحييهم بالمناسبه عندكم عندكم سوق هايل لا الله يبارك يا خويا ولاد هداج نحييهم بالمناسبه تفضل خويا الله يبارك. اذا قال لكم هدايا سامونا ب 10 الله يبارك وكذلك 10 و 600 وهذا كذلك 10 و 600 والبيع 13 والبيع كما قال لكم 13 راكم تسمعوا. اذا هكذا يا خوتي ما تنساوش تدعموا قناه ناصر تي في نقول لكم تهلاو في رواحكم السلام.